أهلا مجددا. إذا نقلت وكالة الأنباء الفرنسية وعلى لسان مصدر في جبهة البوليساريو أن قائد سلاح الدرك الوطني في جبهة البوليساريو الده البندير قتل بغارة شنتها طائرة مسيرة مغربية في الصحراء. وفي المقابل تحدث منتدى فاغماغوك وهو الصفحة غير الرسمية للقوات المغربية عن مقتل عدة عناصر قيادية في البوليساريو بعد عملية استخباراتية وعسكرية دقيقة على حد وصفها. أما البوليساريو عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية أكدت نبأ مقتل القيادي في الجبهة، مضيفة أن الحادثة وقعت في منطقة روس إيرني في تيفاريتي الواقعة في شمالي الصحراء والخاضعة لسيطرة البوليساريو بحسب وصف هذه الوكالة. يتم فيما بعد حذف هذا البيان المذكور دون ذكر أي خبر. تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة استعداد بلاده للتفاوض مع الجزائر باعتبارها الطرف الحقيقي لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن الحل سيكون في إطار مبادرة الحكم الذاتي. كما ودعا بوريطة الجزائر للتخلي عن المغالطات والمناورات والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون لف أو دوران، وأن المغرب متمسك بوضوحه وبالعمل الجدي لتأكيد مغربية الصحراء على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي أيضا وليس بالأوهام والأكاذيب على حد وصفه، وفق تصريحات بوريطة في مؤتمر عقد عقب افتتاح قنصلية للسنغال في مدينة الداخلة في الصحراء. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الجزائري صبري بقدوم أنه يجب عقد مفاوضات مباشرة وجدية حول الصحراء بين جبهة البوليساريو والمغرب لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي. كل هذه المحاور وأكثر نطرحها على ضيوف الكرام ونناقشها، ولكن بعد هذا التقرير كالعادة. نحن شعب مساعد. قيادي عسكري كبير في جبهة البوليساريو قتل في غارة شنتها طائرة مسيرة مغربية في الصحراء، ونجا منها إبراهيم غالي الأمين العام للجبهة بحسب مصادر مغربية. تطورات تأتي بعد أيام معدودة من تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استعداد بلاده للتفاوض مع الجزائر باعتبارها الطرف الحقيقي في قضية الصحراء، مشيرا إلى أن الحل سيكون في إطار مبادرة الحكم الذاتي. مسؤول عسكري صحراوي كبير أكد خبر الاغتيال طالبا عدم نشر اسمه، مضيفا أن القتيل هو قائد سلاح الدرك الوطني في البوليساريو الداه البندير، قائد كان في مهمة عسكرية. هجوم بمنطقة بير الحلو ضد الجدار الرملي المغربي في الصحراء بعد ساعات قليلة، يقول المسؤول، وعلى بعد نحو 100 كيلومتر من موقع الهجوم على المغربيين قتلته طائرة مسيرة في منطقة تيفاريتي. وكالة الأنباء الصحراوية الناطقة بلسان البوليساريو أكدت المعلومات، مضيفة أن الاغتيال وقع في منطقة روس إيرني الواقع في شمال الصحراء والخاضعة لسيطرة البوليساريو، لكنها ما لبثت أن حذفت البيان من دون أي تفسير. ولا تزال ملابسات مقتل القيادي العسكري غير واضحة، إذ قالت تقارير غير مؤكدة إن الاغتيال وقع في منطقة توزيكي جنوب المغرب. وأيا كان موقع الاغتيال فإن المؤكد هي الطريقة وهوية القتيل الذي ولد في منطقة تيرس عام 1956 والتحق بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قبل 43 عاما. بطائرة مسيرة نجحت المغرب بتوجيه ضربة للبوليساريو باستهداف قيادي بارز في صفوفه الأولى، بعد تقارير أفادت بشراء المغرب مثل هذه الطائرات المسيرة من إسرائيل. التطبيع مع إسرائيل رجح كفة المغرب ليس فقط دبلوماسيا باعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء وحذو العديد من دول العالم حذوها بفتح قنصليات لدى المغرب هناك، إلا أنه أيضا يرجح كفة المغرب عسكريا وفي الميدان. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس دكتور مراد بن عمار الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور مراد. كما ينضم إلينا من الرباط دكتور محمد بودن الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور محمد. ومن مدينة بلباو الإسبانية انضم السيد الطالب علي سالم
الناشط السياسي الصحراوي. أهلا بك معنا السيد الطالب علي سالم، وأبدأ هذا النقاش معك سيد الطالب علي. إذن ما التفاصيل المؤكدة عن هذه الحادثة، حادثة مقتل الضابط من جبهة البوليساريو خاصة ولن الباء متضاربة، وتم محو أيضا البيان الذي صدر عن طريق وكالتكم؟ طول مد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا، هكذا ينضم إلى لائحة الشهداء القائد الصحراوي الداهر بن دير. نعم، هنالك تقطع مع ضيفنا سيد طالب علي سالم، سنعود إليك سيد طالب، ولكن عبر التأكيد هذا هنالك وكأنه تأكيد لهذا الخبر. أنتقل إليك دكتور محمد. إذن دكتور محمد بودن، وسائل الإعلام الرسمية عمليا في المغرب لم تتناول هذا الموضوع. دكتور محمد أنت معي؟ نعم. مرحبا سيد، أهلا بك مجددا. وسائل الإعلام كما قلنا المغربية لم تتعامل مع هذا الموضوع، على الرغم من يعني كان هنالك تأكيد من وسائل إعلام أخرى مقربة تعاطت مع الخبر وأكدته. إذن كيف نفسر هذا التضارب في المغرب؟ هل هذا عمليا من أجل عدم التصعيد لربما؟ في الواقع الأفعال أبلغ من الأقوال، وأعتقد بأنه يعني الدفاع التكتيكي لا يعني طبعا وجود حالة من الحرب كما تريد أن تقول ذلك جبهة البوليزاريو. والدليل هو أن 147 بلاغ أو بيان لم تساوي حتى اليوم المداد أو الحبر الذي كتبت به، بمعنى أنها مجرد ضجيج. وبالتالي فأعتقد بأن المملكة المغربية اليوم تمتلك في الحقيقة القوة الهادئة والردع إن تطلب الأمر ذلك، فضلا عن الاستباق والتحمل وأيضا التأييد والدعم الدولي فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، فضلا عن الحضور التاريخي والميداني في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى الأرضية الصلبة للتسوية المقترحة والمطروحة يعني أمام الأمم المتحدة والمتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي. ولذلك فأعتقد بأن المغرب يعني اليوم هو يعمل بمنطق الأفعال، ويعني القوة هي بالقرارات الحاسمة وليس بافتعال المشكلات والكثير من الضجيج. أعتقد بأن كل ما قالته جبهة البوليزاريو اليوم يعني لا يثبت له فعل على الأرض، وبالتالي فأعتقد بأن يعني هذا سيؤدي في الحقيقة بساكنة مخيمات سندوف إلى وضع أكثر قسوة إن لم طبعا تراجع الجبهة ومن يملك قرارها خاصة القيادة في الجزائر. وبالتالي فأعتقد بأن المغرب تكتيكيا دبلوماسيا عملياتيا فهو مستمر في تحقيق الانتصارات وتراكم الخسارات بالنسبة للأطراف الأخرى. نعم، سنعود ونتوسع بهذا المحور. أنتقل إلى الدكتور مراد بن عمار، ومن بعد سنعود إليك الطالب علي سالم بما قلته. دكتور مراد، بما أن يعني عمليا هنالك دخول الطائرات المسيرة في هذا المشهد، وهنالك من يقول بأن عمليا الصراعات التي تدخل فيها الطائرات المسيرة هو عمليا انعكاس لدخول جهات خارجية إلى هذه الصراعات، وهذا من تجارب الأزمات خاصة في دول المنطقة. من هي هذه الجهات الخارجية بحسب رأيك دكتور مراد؟ مرحبا بك سيدتي ومرحبا بضيوفك الكرام. أولا أريد أن الأطراف الخارجية أمر بديهي، فتعرفين جيدا ويعرف الجميع أن هذه المنطقة كما ذكرنا سابقا هي منطقة ثرية جدا جدا. الذي يحدث الآن، والمغرب لها الحق في ذلك بعد ما حدث في السابق وغلق الطريق المؤدي إلى موريتانيا وتعطيل الكثير من التجارة، هذا مما أشعل الوضع وجعل من التحركات المغربية فيها الكثير من معناها اللهجة الشديدة حتى تحافظ عن مصالحها. توجد كذلك
الأطراف الجزائرية والصحراوية التي متشددة كذلك في رأيها، وبالتالي الفصل عندما لم يكن هؤلاء الأطراف منفذين بطريقة متميزة لمجلس الأمن الدولي والقرارات المتخذة، نجد الإخلال بهذا المبدأ سيحيلنا إلى نتائج نقول أنها قد تكون كارثية وليست في مصلحة الجميع. وبالتالي ما قام به السلطات المغربية، ما قامت به مؤخرا بدعوة الجزائر إلى الحوار ودعوة موريتانيا، أرى أنها الخطوة الأولى المتميزة التي بإمكانها أن تصلح الوضع بين المغرب وبين الدول المحيطة بها. فإن صعد كل طرف وهو محمي بقوى أخرى أو يستند عليها، فهذا لن يكون في صالح أي طرف. نعم. عودة إليك سيد الطالب علي سالم. عمليا كنت قد سألتك عن المعلومات المؤكدة بشأن مقتل الضابط وأنت يعني شبه أكدتها، سأضيف عليها سؤالي لنستغل الوقت أيضا معك. إذن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة دعا أيضا الجزائر إلى طاولة المفاوضات كونها عمليا طرف فاعل وطرف حقيقي في هذا الصراع كما وصفه عمليا. ودكتور مراد بن عمار منذ قليل قال بأن هذا لربما سيحدث تغييرا على خلاف أن يتفرد كل طرف ويصعد. هل أنتم كصحراويين عمليا ترون بأنكم مستغلون عمليا من قبل الجزائر لربما أو قوى خارجية؟ السلام عليكم. في البداية أتأسف على المشكل التقني، فقط كنت أريد أن أقول أنه يعني تم تأكيد هذا الخبر، تم تأكيد وفاة الشهيد الداه البندي، وأريد من هنا أن أعزي عائلة الشهيد وأن أعزي كل الشعب الصحراوي. أما إجابة على السؤال، على ما أظن وبعد تأكيد يعني هذا الخبر، ما يجب أن نسلط الضوء عليه اليوم بعيدا عن كل ما طرح هو أنه بعد يعني هذه الحادثة أو بهذه الحادثة يتم تفكيك أكاذيب النظام المحتل المغربي الذي بذل كل جهوده الدبلوماسية والسياسية وحتى الإعلامية لتكذيب وجود أي حرب في الصحراء الغربية، واليوم يعني نراه يستعمل كل قوته العسكرية المستوردة من إسرائيل يعني ضد وحدات الجيش الشعبي الصحراوي في أراضي الصحراء الغربية، وهذا دليل واضح على وجود مواجهات مسلحة مباشرة بين الجيش الشعبي الصحراوي والقوات المسلحة الملكية المغربية. فقط أريد أن أقول أنه يعني يجب أن تعرفوا، وهذا ليس سر، أن كل القيادات العسكرية الصحراوية وعلى رأسها السيد إبراهيم قالي الأمين جبهة البوليزاري ورئيس الجمهورية الصحراوية، كلهم يعني موجودين في الميدان وفي الصفوف الأمامية من المعارك. فبالنسبة لنا كصحراويين يعني عانينا ولازلنا نعاني من هذا النزاع، وتعرضنا ولازلنا نتعرض للقمع والتشريد والبطش من طرف المحتل المغربي، فالشهادة في الميدان فخر لنا، وكلنا كل الصحراويين مشروع شهادة للدفاع عن أراضينا وعن أهالينا وعن كرامة شعبنا وحقه في الوجود وفي الوجود كشعب حر مستقل على أرضه الشرعية.